هنا من طريق الهماص العوامل بمركز المنشاه جنوب محافظه سوهاج، نحييكم حيث هناك ماساه بسبب الطريق. فضل حاج، عرفنا باسمك؟ فتحي شحاته بخيت، انا ولد اخويا طارق فخري شحاته بخيت، حصل له حادث هو وجاي بالليل، واذا طريق الموت ومات امنوا معروف، امنوا معروف، وسعوا لنا الطريق وحطوا لنا نور يا احسن، احنا متضررين مني، متضررين من الطريق، الطريق ما فيش وسع وما قادرينش نمشي لا في الليل ولا في النهار، وعيلتنا ماتت ويمكن 50 60 حاجز، امنوا معروف، امنوا معروف تاني ومشكرين. ابو حج، هو ابن اخوك توفى قلت من بعد؟ ايوه هو ابن اخويا طارق فخر شحاته بخيت، وانا فتحي شحاته بخيت من الهماص. طيب ايه السبب حضرتك، يعني ايه سبب الحادث؟ حادث واحد جاي من عربيه جايه من 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 الشمال من قبلي، وعربيه جايه من الوجه بحر من المنشيه، قام راحت العربيه شالت التورسيكل وراحت حطت على الطريق ضيقه، راحت عصرها العربيه وسط التراب، وعشان الطريق ضيقه وما تعديش عربيتين، ولا في اناره ولا في اي حاجه وزباله وكل حاجه. تمام، تفضل. ايه مشكله المعاناه بتاعنا حضرتك يا استاذ فهد؟ احنا نعانوا من ضيق الطريق ماشي، وعدم اهتمام الري حضرتك شوف الترعه من هنا من على يمينك بتكحت الكراكات، الكراكه بتكحت بتحط على الجسر من على اليمين، والترعه حضرتك على شمالك من هنا ترعه ثاني، احنا الطريق بتاعتنا طريق حيه، طريق الهماص العوامر جايه في منتصف الترعتين، الري بيطلع من غربه بيحط على الجسر، والري بيطلع من شرقه بيحط على الجسر، حضرتك الطريق داقت 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 بطريقه محمله ما بتستوعبش ترعه، ما بتستوعبش عربيه او تستوعب توك توك جنبيها. تفضل. بسم الله الرحمن الرحيم. استاذ فهد، احنا بناشد السيد الدكتور طارق الفقي محافظ سوهاج، لان احنا قبل كده سبق يعني مش اول سنه ولا ثاني سنه ولا ثالث سنه تحصل حادثه في نفس الطريق دي في نفس المكان، الطريق كده الطريق كلها على كده اهي من اولها لاخرها اهي 2 متر، الطريق دي كلها 2 3 متر، الطريق دي بتربط مركز المنشاه ومركز العشارات ومركز جرجه، الطريق دي متصله بمركز مركز المنشاه ومركز العشيرات ومركز جرجه، يعني طريق حيوي، الطريق ضيق، الطريق كل سنه بتحصل فيه حوادث، كل سنه بتحصل فيه حوادث. بالناشد السيد المحافظ سوهاج الدكتور طارق الفقي، لان المجلس المدينه بيقول المشوار ديتي تبع الري، والري نفس المشوار ده بيضيق، الري طبعا بيقول الطريق تبعهم، المجلس ما بيشيلش، في كوام تراب من هنا كوام تراب من هنا، والعربيات بتعمل حوادث ليها 3 سنين. يعني حضرتك بتقول مخلفات بتاعت الري دي من ضمن اسباب الحوادث؟ هي اصلا كلها مخلفات الري، لان في من الناحيه الثانيه الكراكه بتيجي تكحت من الناحيه الثانيه وما ترضاش، ومن الناحيه الثانيه الزراعه من هنا ما بترضاش، بتكحت على الاسفلت، اول ما بترمي على الاسفلت بتضيق الطريق خالص، تضيق الطريق، اي عربيه جايه اي عربيه جايه لازم تعمل حادثه، العربيه الصغيره اللي تعدي لو توك توكين عدوا جنب بعض ماشي، لكن عربيه كبيره زي اللي جايه دي جايه عربيه، لو عدت عربيه انا واقف جنبها اهي العربيه جنبها ايه ما فيش مجال، فاجباري بالليل بيعمل حادث. وبعدين قله النور، ما فيش نور من الحريزات، من الغات الحريزات النور واقف، الاضاءه ما فيش، عشان كده المكان ظلمه، المكان ظلمه بالليل بيعمل فيه الحوادث. احنا بنناشد المسؤولين نقول لهم ارحمونا حرام عليكم، لان دي اصلا ارواح ناس، يعني حرام عليكم ان كل يوم بيموت نفر واثنين وثلاثه. شكرا. تفضل. السلام عليكم. بنناشد طبعا المسؤولين بمركز المنشاه، بحيث من ناحيه الطريق من ناحيه الترعه الكراكه بتطلع وترمي على الجرف، والكراكه برضه من الترعه الكبيره بترمي على الجرف، وشايفين الطريق ايه اللي حصلان، كل يوم حادثه وكل يوم ناس بتموت، اخواتنا والله في ضياع وتعبانين، المستكلات جايه كل يوم لا في اناره ولا في اضاءه، كل يوم لا مستكل ما فيهوش نور، عربيه بتاكل على طول، يعني كل يوم حادثه ليه كده؟ السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. انا راجل من الرهب ومتعايش في البلاد دي كل يوم، وعنروح بالليل عنروح يمكن بعد العصر عشان خاطر
عشان خاطر الجو برضه الدنيا مظلمة، حد يحلق عليا ياخد مني التروسيكل يرميني في الترعة، ونجي الحمدية ونروح البلاد دي كلها باشا بنفضى على بعضيها، ويعني مفيش نور مفيش طرق، الطرق مكسرة والتراع برضه مطلعين الطين على الأسفلت يا باشا والدنيا باظة، وهو مات عندنا طارق الله يرحم الراجل. السلام عليكم، انا من اهالي قريه الهماص وموظف، بمشي على الطريق دي الساعه 12 بالليل والساعه 1 بحكم عملي، واول ما بطلع على هذا الطريق بتشاهد يا اخواننا، والله بتشاهد بقول اشهد ان لا اله الا الله واشهد ان محمد رسول الله. ممكن المخلفات دي تقلبني لو ما عنديش نور، ممكن واحد يكون ما عنديش نور يخش علي، ممكن يعني بشاهد فعلا، او ناشد المسؤولين يا ريت نظره لاهالي قريه الهماص. زي ما انتم شايفين الطريق على ترعتين من الناحيه الشمال والناحيه اليمين، وطبعا لو عربيه زنقت علي ممكن لا قدر الله اطفالي تتيتم، طبعا في ناس كثير بتموت في السنه اكثر من 30 40 واحد، وكل شهر 2 أو 3. انا اناشد المسؤولين اللي هم في محافظه الصهاد ان هم يحلوا المشكله دي، يغطوا الترعه الصغيره ويعملوا لنا حاجز عشان يقللوا من الحوادث. اهالي قريه الهماص بيناشدوا المسؤولين. احنا بنناشد الدكتور طارق الفقي محافظ صهاج، بيكلمنا الري لان المجالس المحليه، مجلس مدينه المنشاه ومجلس الدويرات، دول بيقولوا الري هو اللي مانع الطريق. احنا جات اناره لغايه الحرزات ووقفت عند الحرزات، الاناره وقفت لان الري مانع الطريق، الري مانع الانوار على الطريق، الري مانع الانوار، وهو الري اللي بحط المخلفات، الري اللي بحط المخلفات من الترعه دي من الناحيه دي ومن الناحيه دي. فعشان كده بنناشد السيد الدكتور طارق الفقي، بنقول له كل سنه بيموت واحد واثنين وثلاثه، يرحمونا يعني من 3 سنين و4 سنين كام محكام حاله وفاه. السنه اللي فاتت ماتوا 4 والله، راجل واربع اطفال، الراجل من عزبه النمر عربيه خضر الراجل اتعور على راسه، واربع اطفال وقعوا في الترعه، اربع اطفال وقعوا، وقبلها ماتوا 2، واحد من الحرزات وواحد من اولاد الشيخ. يعني حرام كل سنه يموت فيها 1 و2 و3، حرام عليكم. زي ما حضراتكم شايفين اعزائي المشاهدين، المعاناة والمأساة التي يتعرضون لها أهالي قرية الهماص والقرى المجاورة عزبة النمر الحرزات الشرقية العوامر بسبب المعاناة، وأيديكم شايفين حضراتكم المخلفات تحت الترع والمصارف المياه. زي ما حضراتكم شايفين ادي مصرف مياه على يمين الطريق، وادي مخلفات المصرف على جانب الطريق الايمن، وهنا ايضا ترعة، وهنا مصرف المياه، وهنا المخلفات على جانب الطريق الايسر ايضا، وادي الطريق طريق رئيسي يمر على أكثر من 10 قرى. نطالبهم جميعا، نطالب من سيادة اللواء طارق الفقي رئيس مجلس مدينة المنشاة هذه المخلفات وهذا المدخل. شوف حضرتك يا أستاذ فهد، يعني الري يا ريت مطلع المخزة الطمي بتاعه وساكت، لا ده بيطلع النخل وبيطلع جذور النخل وبيطلع جميع مخلفات الري بيطلعها حضرتك على الجسر. يعني فجأة ان ما دخلتش في الطمي تدخل في الحجارة وفي النخل اللي طالع، وحضرتك يعني كمواطن من اهل الهماص لي حق على المحافظ طارق الفقي. حضرتك لازم تنظف، لازم بلاش استهتار بأرواحنا وأرواح أهلنا. احنا والله ما محتاجين أكتر من إن احنا بس نحافظ على أرواحنا، مش أكتر من كده. يعني انتوا زي ما انتوا شايفين الطريق كله، يعني أساسية الطريق دي 10 متر، هي حاليا على كده مش محصلة 2 متر.
2 متر او 3 متر بالكثير، وكل يوم عندنا اخواتنا بيموتوا على كل يعني اقل حاجه في السنه 3 4 حوادث على هذا الطريق دي. والله نرجو خلبك تمام من جماعه الزلين، خلبك تمام من وقفوا معانا، خلبك تمام موسعين الطريق بس وشو البلاده وشو الوبادتي بس هذا كل ما مقصود، خلبك تمام هذا كل عايزين احنا. طالب من سيادة الوقت هذا فيه محافظ سوهاج والأستاذ ممدوح عباس رئيس مجلس مدينة المنشاه جنوب سوهاج، بالنظر إلى معاناة قرية الهماص والقرى المجاورة من تنظيف الطريق والإضاءة.